نفسي تكون عايش، ما مشان شيء بس مشان اضرب لك تحية، لانه انت الوحيد اللي بيستاهل نضرب له تحية. بالخامسة ولا يلا منين؟ شو؟ قال وحدات. وحدات اللي بدي اياه. الله جعله، الف مبروك. الله يبارك فيك. شرطة مدنية بربك. اي والله. اي مبروك مبروك. الله يبارك فيك. وانت وحدات؟ اي منيح منيحة كثير. يلا فوت 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 شوف شو وضعه. ماشي كويس. حكيت معه بنيزة؟ لك يا اخي صرت سألني اكثر من الف مرة وقلت لك حكيت معه ما مرة اربع مرات. مبروك. منيح منيح. شو عامل؟ طمني. شرطة مدنية. يا الله حظنا احلى. وانت وحدات؟ مبروك ألف مبروك. الله يبارك فيك. يلا شوف انت شوف. يلا وفق. مستحيل. شو جمالي؟ جمالي جمالي يسعدنا الله عبر جمالي عبر جمالي 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 يسعدني ربطها شرطة مدنية وجمارك. شو هالشنصة اللي إلكن؟ يعني أنا لو مختار لكم ما بختار لكم أحسن من هيك. إياكم تذكروا اسمي قدام كائن من كان، تطلعوا من هون لا بتعرفوني ولا بعرفكم. وطلباتي هتكون دائما أوامر، ولا تثقوا بحدا لا من قريب ولا من بعيد. مهما أظهر لكم من احترام خلوا دائما شيء خاص لكم أنتم، ولا تنسوا أن صعودكم السريع بيقابلوا نزول أسرع إذا ما أحسنتوا التصرف. وبس تصيروا الضباط كبار أعملوا يلي بدكم إياه. رح ننفذ هذا الكلام بالحرف. ممتاز. بدي كل تصرفاتكم تكون بمنتهى الحذر. في عمر أنت رايح هلا على منطقة مهربين وحشاشين، يعني بدك تكون حذر جدا وبتطوقوا البيت منيح وبتجيبوا لي ابو رباح بسرعه، لانه قبل هالمره صار اشتباك مع اهل الحاره وقدر يهرب، وبتكبسوا على البيت بسريه تامه، وان مسكتوه او ما مسكتوه بتقلبوا البيت فوقاني تحتاني. مفهوم؟ مفهوم سيدي مفهوم. الله معك. احترامي لازم نوزع العناصر على الأسطح. سيدي نحن متوقين المنطقة منيح، لا تخاف. معناتها سيدي لازم نخلع الباب والشباب يفوتوا لجوا بسرعة. لا لا أبي صير أبي صير، بجوز نسوان يكونوا نايمين أبدنا شبابنا يتفرجوا علي. عفوا سيدي بس بهاي الطريقة ممكن ينهزم يهرب. لا تخاف أبي حسين يهرب، بعدين مثل ما قلت لك خطي مشان نسوانه. سيدي شو خطي ومش خطي، يعني هذا واحد مجرم ولازم نقبض عليه. ولك يا أبو طارق الإنساني مطلوبي، لازم ندق الباب. طيب سيدي مثل ما بدك. أبو رباح أبو رباح أبو رباح شو صاروا عليك أنت؟ وين صاروا؟ صاروا على الباب. حدا من الشباب يقلص عليهم ويغير عليهم. انت مفكر سيدي صدقني ما في فايدة، خلينا نخلع الباب قبل ما ينزل.
عفوا سيدي بعد ابنك كبر هذا هو سيدي وراني سيدي شوف في بالك في راعي شار وراكم راس غنم بجوز تهريبه تهريبه يلا شباب هم في ولك وين وثائق ولك شو عم تساوي بهالليل ولك راح بيت الحلال يا سيدي خلاص ولك كذاب انت عم تهرب لا بالله يا سيدي خلاص ولك مهرب هلا بالمفرزة بتحكي كل شيء يا سيدي الكواشين معك وانا نظامي انت واحد كذاب بالليل ما حدا بيرعى غرام والله راحت علي نومه يا سيدي سيدي اذا البصائق نظاميه ما في داعي نضيع وقتنا ولك في داعي مش حطوه والحلال يا سيدي ما اقدر اتركه لحاله خلي الشباب ياخذوا القطيع على المفرزه لاشوف قصه المهرب هاد يلا سيدي البصائق مزبوطه وما في داعي لهالحركه كلها خلاص ولك وبلع لك يلا ولك غلط انت وين عايش عم تدق الباب ايش هو بيت جيرانك ولا بيت عمك ولا غرفه حبيبتك بطريقتك هي خلته ينفد منا ونحن اجتنا اخباريه انه كان نايم بالبيت يعني حضرتك تعاونت مع المجرم لتخليه يهرب سيدي ما بتتفسر غير هيك مهما حاولت تبرر سيدي انا حسيت انه ما لازم حسيت لك شو عمل فيك هلا روح على مكتبك سيدي على مكتبك حاضر سيدي وليد نعم دير بالك على البسطة خمس دقايق ايه وليد وقبل ما اروح شايف لي يا لهداك الشاب اللي لابس كنز السماوي انا منو لك هداك الشاب اللي ماشي هني ايه شفته ما بدي اياه يتحرك من السوق استلم لي اياه خلص تيسر راجع عنا جنزات عنا بلاطين أمور معلم عنا جنزات عنا بلاطين عنا نسواني داخلي ولادي كل شيء عنا موجود تفضل تفضل تفرج الله يخليك أبدي اشتري شيء حبيبي انت شو رح تخسر حبيبي تفرج بس يا الله وكيلك عندي بضاعة ما في مثل بالسوق ولك يا أخي قلت لك أبدي شيء أخي الله يجبر بخاطرك الله وكيلك أنا عندي ولاد وبدي أعيشهم أخي لا تشتري لا تشتري تفرج ببلاش تعال معي انت شو لك تعال معي وانت شو بدك ليك ومشوار قريب والله عندي بضاعة ظريفة تعال شري 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 مرحبا ابو طحي اهلين صبيح شو وينه برباو راح يرجي زبون مسجله وراجع بيطول ايش بيعرفني اذا دقر معه زبون بده يطول طيب يستر عرضك لوين اخده والله بدي اياه ضروري شوفي لك هلا قلي لوين اخده والله تارك البسطه لحاله بالسوق ديكو تفضل معلم ابو رباو شوفي صبيح الشرطي اللي كبس على البيت وضرب الحريم بالسوق وتركت وليد يستلمه لبين ما نخبرك ابو رباو اسمع صبيح خلي عينك وعين وليد علي تلهولي يا لتشوف واحد منا وبعدين احنا مكملين بسرعة لا تأخر ها امشي السلام عليكم بدك رزاق أبو طحي جاهز وحياة التمر هندي الملحة شغال شغال امشي معي جوا شوف لي هذا ما عليه كلام بلوب خلاص ما تفتحوا ما تفتحوا حلو شوف لي همك شوف تاني لا لا أبدي مرحبا ليدو شو زبطت لي اياه للاستاذ؟ طلعت له من البضاعة المخباية؟ والله ركشت له المحل فوقاني تحتاني وما مشي حال لا والله يا استاذ ما بتطلع من عنا من المحل الا مبسوط الله يخليك بس انا اساسا بدي اشتري يعني بس هو ما يفرجيني حبيبي مرحبا
يا سيدي المحل محلك، انت ما حبيت تجي اهلا وسهلا، شرفت. اهلين وسهلين بالاستاذ والله، والله شكرا. شرفتنا. شكرا، يلا يعطيك العافية. اهلين بالاستاذ، اهلين بالغالي. شو لازمك معلم؟ أبدي شيء أبدي شيء. والله العظيم شو لازمك؟ اوكي أخي ما أتفرج، شو بصير أتفرج يعني؟ يا سيدي تفضل اطلع شوف بضاعتي واجبر بخاطري. أمعي وقت. معلم لا تخجلني ولا مخجل عالنار. خلص مرة تانية. معلم إذا ما معك مصاري خذ اللي بدك إياه وبعدين بتمر بتحاسبني. يا أخي ما قلك أبدي شيء، خلص مرة تانية. يا سيدي علي الحرام لا تفرج، إن خمس دقائق ما بتخسر شيء، يرحم بيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها. خلص خلص. دابي. يا زلمي شو لصقة شري. تفضل تفضل شري تفضل. طولين لسه؟ لا 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 وصلنا كلنا كم درجة بس ما بكون غير مروي. تفضل. عم مسكر هاد؟ هذا بحل ولا سطر؟ يعني طلعت لك كل هالدراج بالاخر ما استفدنا شيء. ومين قال لك ما استفدت؟ هلا رح تستفاد كثير. قولوا لي بايكون على العينتين. على راسي الزعامه كلها. بدك شو بدكم؟ تركي يا شباب طولوا بالكم شو حاكي؟ ليش هيك بتسوي؟ شو راح نساوي؟ لك طلع فيني منيح ولا؟ ما تذكرتني ما عرفتني؟ والله ما عرفتك. جيبوه استكون هيك تركو تركي تركي لا بدي امدكو لا بدي تركي. انا ابو رباح. مين ابو رباح؟ ابو رباح اللي عملت كبسي على بيته وضربت نسوانو. عم تتمرجل على الحريم يا كلب؟ ذكرتني منيح ولا لا؟ بس انا ما ضربت حدا ما ضربت حدا اساسا. انا كنت متضايق من المساعد تبعي اللي ضربه. متضايق؟ يا حرام. اسمعوا لا انا ما حدا بيعلم علي بنوب. اليوم رح خليك تتذكرني طول عمرك. سمعان؟ طول عمرك. اسمع كان مفروض اني اضربك ادميك خليك تروح على المستشفى بس هالحكي ما بشفي غليلي بنوب. مجهز لك حفله غير شكل غير شكل. ابو طحين هالرزقه الك. تصرف رزقك شو تركي. بعد عني بعد عني. اسمع شو بدك؟ اشلحت يا بابا. شو؟ اشلحت يا بابا. وكري سري لك اشلح حالتك بابا. سري 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 خلاص سري سري سري. والله ما ضربت حدا والله ما ضربت حدا. لك بقول لك والله ما ضربت حدا. خلاص لك ولا حرفة سري ولا حرفة. لا شو قولوا رمضان؟ لا 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 خليه بس يطلع من هون يكون مستور. لا مستور يا بحياة ربكي. لا بحياة ربكي. لا بحياة ربكي. لا بحياة ربكي. لا 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 مستور مستور لا مستور 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 بحياة ربكي مستور بحياة ربك مستور. لا 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 مستور بوز ايدك مستور بوز ايدك مستور. ولا خلاص ولا خلاص. لا لا بعيد 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 موسيقى. خلاص 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 لا يا لا
واضح في تهشم بالخصيتين. مسكين الله يكون بعونه، أعطيناه 3 إبر حتى بلش يكن. لازم نوصف له على حبوب مهدئة لبعدين. بلقي حالي غير هون عندك على الباب. يا خالق بحياتي ما كنت بتخيل انه في بالدنيا هيك عالم. في يا خال في، في اكثر من هيك بكثير. هدي حالك بترجاك. صوروني يا خال، صوروني. تعرف شو يعني صوروني؟ بعد زلمي، أنا بقى زلمي. طول عمري بحالي بحب الناس كلها عمري ما أذيت حدا. وقت المساعد اللي معي ضربة للمرأة كنت رح أبكي من قهري. بحياتي ما حبيت أشوف حدا ما يتوجع قدامي. ليش ما يصير معي هيك؟ ليش؟ خالي أنا من الأول ما كنت موافق على هالشغلة. أنا مو شغلتك. أنت لازم تكون طالب على مقاعد الدراسة. بس هداك المسؤول الخنزير هو اللي خرب لك حياتك. لا يا خال،
أنا اللي خربت حياتي، أنا اللي خربت حياتي لأني ضعيف دافع. أنا لا يا خال، لا يا حبيبي، لا. أنت إنسان بزمن ما في إنسانية، أنت مالك ضعيف. حب الناس قوة، قوة. إله قوة هاي ما تحكي عنه، إله قوة، إله قوة، إله قوة. لك هودي مال الناس، هودي مال البشر، هودي وحوش، هودي شياطين، هودي. لا لا ما بقى سلامية. جواد ما بدنا حد يحس، انت بتاخذ المصاري وتمشي السيارة ولا يهمك، بس نص بالنص. ها خلاص مشي، هات الوراق يا ابني. يلا امشي. شو بسوي هلق؟ أنا برأيي خال تأخذ إجازة تطلع ضيع كم يوم ترتاح، ولا اعتدوا عليك لازم يتعاقبوا، لازم. أنت بتعرف بيوتهم ما هيك؟ بعرفها، بس الصور واحد بيشبهك. أو لازم يمسكوا قبل ما يوزعوا أي شيء، يعني قبل ما يلحقوا يحمضوا الفيلم. عصابة استفردت فيك وما حسن تعمل أي حركة مقاومة. أنا شايف الموضوع طبيعي، ولا تحط حالك تحت رحمتهم أبدا. صباح الخير خال. صباح النور. نمت منيح امبارح؟ نمت بس فقت بكير. شايفك عم بتدخن. دام منفخ بس. كيفك ماري؟ أنا عامر. أهلين عامر، كيفك؟ منيح؟ عمي أبو نزار بالبيت؟ لا والله راح على المجلس، عنده جلسة اليوم. بدي مر شوفه اليوم. أهلا وسهلا، بتشرف. خبريه إني جاي، وأنا بحكي من القسم تأكد إنه فاضي. يا سيدي إذا مو فاضي بتزورني إلي ولو؟ ما بستاهل زيارة؟ طيب، معناها ساعتين بكون عندك. سلام. أنا معاك لا تخاف من شيء، يلي صار معك درس.
انت هلا طلعت من الضيعه اللي كنت عايش فيها وكانت عايش فيك. خلي الضيعه وراك وتطلع لقدام كيف بدك تخدم السلطه، لانك انت هلا صرت من السلطه، يعني السلطان. يعني عمي بتحكي مع رئيس القسم اليوم؟ مين هذا رئيس القسم؟ لا احكي لك معه، انا راح بحكي لك مع معلمه لرئيس القسم. عن جد كتر خيرك. ما في كتر خيرك، في انه الصلاحيات اللي معك وقت اللي بدي اياها باخذها. مفهوم مفهوم. انت بدك تبلش من اليوم؟ راح اشلح عامر والبس السلطان. تجيبوني. يلا تشوف. ما في حدا بالبيت سيدي. وينين؟ أبصر سيدي، أخذين ثيابهم معهم. اخلعوا لي هاك الباب وجيبوا لي كل اللي جوا. يلا. حاضر سيدي. بسرعة. كوني شباب. يلا. أبو رباح. والله ما بعرف يا سيدي. بدك تعرف وإلا بقص لك لسانا. ليش حبيبي؟ ليش ما دخلنا نحن؟ سدي بوزك وليه؟ سدي بوزك. وين أبو رباح؟ قبل ما تطلع أخلاقك. تخيلك يا سيدي، ليش عم تضربني؟ أقسم بالله العظيم ما بعرف وينه. امبارح اجت السيارة وأخذوا أغراضه وطلعوا، ما بعرف لوين راحوا يا سيدي. تخيلك. مين بيعرف؟ دخلك يا سيدي. مين بيعرف؟ أبو عناس. شوف بس الهونداي طلع من الشوارع معه. وين بيته؟ آخر الحارة يا سيدي، آخر الحارة. جيبوا الحقوني. قوم على حالك ولك. دخلك. لا قوم على حالك. دخلك. دخلك. حرك. دخلك يا سيدي. يلا. شوفي سيدي. وين وديت أبو رباح امبارحة؟ مين أبو رباح؟ مين أبو رباح؟ هلق بدي نشط لك زكي. لمين هالهوندا؟ إلي سيدي. دخيلك يا سيدي. وطارق سيدي كسروا له السيارة. يلا تشوف. لا لا يا سيدي، يا سيدي ما فيك. أبو سيدي أقول لك يا سيدي. دخيلك يا سيدي، باب رزقي يا سيدي. دخيلك. باب رزقك ها؟ باب رزقك؟ وين بوربا؟ بوتيكا تبو، بوتيكا. ودري جوا انت وياها، ما بدي اسمع ولا صوت احسن ما دعوش كنت دعوتي. يلا تشوف. بحكي سيدي، بحكي. بس والله ابو رباح بيبهدلني بينتقم مني. بس حيجي. وقفوا خلاص. سيارتك احنا منصلحها وانت بحمايتي، يعني اللي بقرب منا بعدني. ماشي سيدي ماشي. وين سكن؟ التضامن سيدي. جيبوه والكل على السياره. سيدي بترجاك تبقى بالسيارة، بجوز يصير تبادل اطلاق نار. جيبوه. وقف عندك ولك.
ولا حركة ولا حركة ولا حركة كالجو. سيدي ألقينا القبض عليه. يلا تشوف ترجعوا هيك وانتم ما بتسمعوا ولا نفس فوتوا. قل لي تشوف وين الكاميرا؟ وين الكاميرا؟ قبل ما اعمل فيك وبولادك مثل اللي عملتوه فيك بدي الكوميدي لفؤاني وطارق بترجيكم بدينا الفوقاني في كاميرا جيبها وتعال. حاضر سيدي. حاضر سيدي. والفيلم اللي فيها هو نفسه يعني ما حمضته؟ ما لحقت. ما لحقت ها؟ ما لحقت. ما لحقت يا ابن الكلب. ما لحقت يا واطر. ما لحقت يا كلب. يا ابن الحرام يا واطر. ما لحقت. ما لحقتك يا كلب. ولا موت فيدي يا كلب. سيدي بترجاك تهدى. راح يموت بين ايديك سيدي الله يوفقك. يقولي الكل قوم كل على السيارات يا ابو طارق. قل لي على السيارات يا ابني بسرعه. يا سيدي يلي منعرف عنه قلنا لك اياها كل انا ويلي اعطيتوا لي اياها ما التقف يا سيدي. هذا ابو طحين واحد سرسري ما له يوم بينام عندي بالبيت ويوم بينام بالمحل بسوق الحراميه وبالسجن لما يكون عامل له شي مشكله. الحكي بيجيب نتيجه. بدي اياها يعني بدي اياها. عسكري مور سيدي بعت لي ابو طارق. يستر عرضك يا سيدي يستر عرضك. والله اللي نرى كل شيء نعرفه يستر عرضك يا سيدي. والله بلا علاقة. الله وكيلك بلا علاقة. والله والله تخليك تندموا على اليوم اللي ولدتوا فيه. الله وكيلك يا سيدي. ما بعرفه أول ما شفته فيها وقتها يا سيدي. وقت شو ها؟ وقت شو؟ وقت كترتوا علي ولاد الكلبين. وقت كترتوا علي يا ولاد الكلب. كترتوا علي يا ولاد الكلب. ها؟ العمى طلع ضابط. يا اخي انا ما بحب الضباط. انا اختصاصي رقباء مساعدين بس ضباط مو شغلتي. هالمره ما مثل كل مره يا ابو طحين. الشرطه كسرت الدنيا امبارح يا اخي. والله مو مبين عليه. ابو رباح قال لي شرطي وبدنا نأدبه. ما قال لي ضابط ابن الحرام. لا جاب لي سيره ضابط ولا جاب لي سيره مقدم. وهلا شو بدك تساوي؟ مالي عارفان. أخي بس يلقطوني يبوسوني. يا أبو طحين لو تشوف الضابط شو عمل امبارح بالمخيم بالتضامن وبالسوق كان عرفت شو مخبي لك إذا مسكك. لك أنا اللي مجنني إنه ولا واحد من اللي قبله حكى شو صار معه ولا استرجى يقول شو صار إلا هاد مو فارقة معه.
سيدي لا تنسى ان المهمه اللي طالعين لها مش من اختصاصنا، وبجوز تزعج السلطات هناك. ما في شيء ماله من اختصاصنا. معك حق سيدي، بس يعني خلصنا يا ابو طارق، خلصنا بقى. نفذ وما تعترض. الله يسامحك يا سيدي، مش اعتراض، يعني هي مجرد استفسارات. سيدي بدي اسالك سؤال وبصراحه خايف من رده فعلك. انت بتخاف مني؟ بدك الصراحه سيدي؟ بالاول لا، اما هلق يعني يبدو ما بعرف، الامور اختلفت. لازم الناس تخاف منك يا ابو طارق. صحيح سيدي، يعني الخوف مطلوب بس مش لكل الناس. شو يعني؟ يعني بضل في ناس بتحبك ولازم ما يخافوا منك. كيف بدك تعرف الناس اللي بتحبك يا ابو طارق؟ لا يا سيدي، يعني المساله مش كيمياء، واضحه. هلا خشيني من الواضحه تبعك. قل لي شو كان بدك تسال؟ راح احكي بكل صراحه سيدي، يعني انت بالاول ما كنت هيك، شو اللي غيرك؟ إن شاء الله. خير إن شاء الله. شوفي ولدي، شوفي شوفي يا عمي. كيفك يا عادل؟ عمي لا تعلي، ما تضرب أمي يا كلب. بتضرب امي. هلق بدي اطلع كل فرق السنوات الماضيه. وطارق حطوا على الساحه، وبعد نص ساعه بدي كل اهل ضايع يكونوا بالساحه هوليكي. يلا تشو تعيب علي، لك عيب علي يا امي. انا محترمك لاني قد امي، بس بطلتي مره ثانيه رح ازعجك. تزعجني فوق بتتخيلي. وين خدته لعادي؟ ما قلق وين خدته؟ فيك تروحي تتفرجي. لك احكي لي وين خدته يا عمي؟ ما تقول بدي الطير طاير يفوت لعندي. حاضر سيدي. الحمد لله على السلامة. كيفك امي؟ اهلين يا حبيبي. كيفك سنو؟ لك يا عمي، يا عمي كيف باري النبي؟ شو في يا عمي؟ شو بدك تسوي له؟ بوسي جرياتك. يا عمي شو بدك تسوي فيه؟ بوسي يعني. رح سوي الشيء اللي ما عرفوا اهله يسووه، بدي ربيه. من يوم ورايح كل اللي ازوكن وازوني بدي افعصن بهالصر معي. الله يوفقك يا خيي، ابدنا مشاكل. خليني افوت. خليني يا عمرة، بصير هيك يا نحن اولاد ضيعة وحدي. انا كان بدي اياك تجوز كفوف، بس مو هيك يا بالليل وتجيب له الشرطة. امي هنا الشرطة، وهو اهله تعدوا علينا وصار لازم يتأدبوا ويتربوا. يا معامي الله يخلي لك ابنك. بص دياتك، بص دياتك، فهمونا فهمونا. شوفي شوفي، بص دياتك يا عمي. خليني يا عمرة، بصير هيك يا ويلي أنا شحاشة ببعض. لك وين خدته يا عمر؟ وين خدته؟ وين خدته؟ بعده وعده ما قلت بعده. شو سوى؟ شو سوى كرمال النبي؟ عادي Oh, my God.
حياتك يا معامل. كلمة أعمل هون وحدة وصير عمي الله كرمال النبي كرمال النبي يا معامل. هلا قلت ما تفيقنا بنص الليل وما تقوس كمان يا قرد. مال القرد يمسع رقبتك طارق. بتسد بوزك وقت تحكي ولا كلمه احسن ما احطك محله وكسر لك الاستيريو فهمه. الحيوان ابن الحيوان بيو قتل بيي ما حكيت ولا كلمه وقت خرجت شافني وقال لي انت جبان ما قلت لي انت جبان وكمان ما حكيت ولا كلمه مثل ما بيقولوا العفو عند المقدره امبارحه بقى تواقح وضرب امي ضرب ام عامر وبعد كنت ما حد فيكم حيلومني على الشيء اللي بدي سويه لاني سامحت كثير فوق بتتخيلوا والعالم فهمت سماحي ضعف بس هلق وهو ساعتين ها ساعتين وطارق عندك هات الكلب يا ابو سلمى بعد عنا لا تلقى تقاول على أسنادك يا حجي والله عمرك بعيدة أخ يا ابنه أخ تقيتنا أخ والله عمرك بعيدة أخ يا ابنه أخ يا خطي حيوان حسون والله بعمل شيء يا عمي يا سيدي هلا هلا خير صبحك بالخير يا معامير صباح الخير يا معامير نحن جايين نحل هالقصة وهيدا يا سيدي بصادقي فالله يوفقك بدك تساعدينا وهي معادي جاية تستسمحيك وتبوس راسك أهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا تفضلي تفضلي يا معادي والله يا أم عامي يلي عملوا ابني كمبيري أبي يسوى معقول يفيقني من نص الليل من عز نومتي الله غدا اللي زيادك بالموضوع الواحد أبي صدق على الله أي متينة بيقوم بيجي هالفهيم بيفيقني بنص الليل معقول هالحكي معقول بده يقيموا فلا يقيموا بنهار ضروري بالليل ولك حاجة بقى ولا حاجة عيننا سكوتك بقى عينك سكوتي لكان ليش جايبني مو على أساس وجهها وجهها مو علاك علاك هلق هنا علاك يا بياع البقلي صباح الخير يا سيادة الولادة صباح النور اسفين ازعجناك بصوتنا الصوت لا يهمك انا فايق كنت مفكر قيم فلق لبعض العالم بنهار لانه الليل ما يزعج بعض الوجاهات يا الله امبارح شو انبسطت بالفيقان بالله يا عامر لو ما فيقتني كنت بدي اجي لعندك بنص الليل اشرب متي نمت من ضجري اقسم بالله العامر افي منه قيمه وترباي ومركز واخلاق
بشرفك يا ابو خليل، بتتذكر كيف كنت قلك عنه؟ قلك هالعامر مثل السبع، بتتذكر؟ اي اكيد. عمي احنا جايين نترجاك تنحل هالقصه، وانا خدامك مستعد امسح الارض بشيكتك. لا يا عمي، انت بتأمر وشعراتك الشايبين هول هنا بكبر فيني. انت يا ما حملتني انا وصغير، وبي الله يرحمه كان يحبك ويقدرك. الله يرحمه. شوفي يا معادل، كربال عمي ابو خليل هالمره راح انهي القصه. ربي ابنك. شو سمعتي؟ ربي ابنك، لانه اذا غلط مره تانية عزمتي وديني راح يكون حسابي قاسي كتير. كتر خيرك. بالله بالله بدها زلغوطة. بس الزلغوطة وقت منقيم فلق لبعض العالم بالنهار ما أحسن؟ والله يلا بخاطرك يا جماعة. يعطيك العافية. بخاطرك بخاطرك. الله معك. يلا مجهزي حالك، عنا مشوار. دخلت الأوادم ومشي الحال، بس تاني مرة إذا بترفع راسك قدام حدا من عيلة سيادة الملازم أو أهله بيكون حسابك عسير. تعالوا فكوا. فهمت ولا لا؟ يلا انقل على بيتكم بسرعة. وهنا سيدنا. انت ما جاش دورك بعد. لك يا جماعة الخير فهموني شو صاير، ذبحتوني قتلتوني موتوني من القتل، لكم ماني فهمان شو صاير. شو طول بالك هلق بتعرف شو القصة.
الله جعله صباح الخير. أنا بعتذر إني نزعت لك السهرة امبارحة، بس من كتر مالي مشتاق لها ما قدرت أصبر تيطلع الضوء. اليوم رح أحضرك فيلم سينما بجني، وما رح تنسى طول ملك عايش. وبعدها بتقرر يا بترجع الأرض اللي خدتها يا بترجع الأرض اللي خدتها. البلد فيها قانون، ولا تفكر هذا اللي ما تسويه هلاق رح يمر هيك بالسهل. ها ماشي نتواجه. ولك بيعجبني فيك انك نمر، نمر حقيقي. معناها رح نبلش الفيلم. بو خليل شو يا عمي؟ قديش كيلو البندورة عندك؟ بنص ورقة. بدي كل البندورة اللي عندك. ما تكره. حسو تعال تشوف. تعال تعال سيدي. هاي واحد هاي اثنين هاي هاي ثلاثة. ديدي بسرعة تشوف. بتعطيني البندورة؟ زين كل حبة بندورة بتصيب وجهه إلك ربع ليرة. شو بقولوا؟ وجهه وجهه طيبه. وهي لك ربع. عين الله. هي صار ونص. شو هي بعينه؟ ها ثلاث ارباع. هي مصابي صاروا ليره ونص. سيدي معلش ضربت انا معي. ليك اذا ما ضربت راح وقفك محله. يصيبوا. ولكن شو ما تسوى شو ما تسوى. اخ اخ لك اخ يا ربي لك مشان الله. وقفوا خلص وقفوا وقفوا وقفوا. بس وحدك يا اهل الضيعه كلكم بتعرفوا قصه النصاب وقصه الارض اللي نصب علينا. وبيوم وفاه بيي جاء الشادر وبده يشتري النص الثاني بمئة ألف ليرة. فأماني برقبتكن ها. والأماني غالي. توصف عدد الضربات للمئة ألف. لأنه الحق حق. ولا شو يا أبو العز؟ كيف لك يا أخي؟ حطلو. اضربوا. يا أخي. خمسة عشر. يا جماعة. وين صاروا عشرين؟ قويله. ولك يا أمير. دخيلات. هلأ بلشت تصريخ. لسه قدامنا كتير تيصيروا مية ولك كر. ولك يا عمي بدك يا بيصير لك مو سيدك. وقفوا. هاي الكاتب بالعدل مثل اللي جبتوا لبيي وقت بصمتوا على بيعة الأرض. هلأ بتبصين وبيخلص الموضوع. لا بدك أنا جاهز جاهز اللي بدك يا بو طارق. سيدي تعرف كله دياب. تعرف طلع الان بتشوف ما هيك يا هلا كن قليل اتحرك. يلا يا شباب فضلوا. سيدي بعد اذنك انا من رايي يا اما بضل معك يا اما بضل معك قسم العناصر. ما بنعرف شو ممكن يصير. لا تخاف يا ابو طارق وحياه عيونك. عامر القديم مات واللي بده يرفع راسه بدي افعصه بسرمايته. يا سيدي ما بصيرش تضل لحالك، يعني ممكن حدا منهم يساوي له شي عمله. يا ابو طارق اللي بتنكسر عينه بضيعتنا أبقى فينه يرفع راسه. طيب سيدي مثل ما بدك. تأمر شي ثاني؟ يعطيك العافية توصلوا بالسلامة. الله يسلمك سيدي. احترامي. شو على مهلكي؟ يعني إن شاء الله تكون صدقتني سيدي. أنا مصدقك من الأول وتأكدت أكثر عندما أجت فيروز واعترفت بكل شيء. شوف يا عيسى اللي دبر لك التهمة طلال المهرب بالتعاون مع فيروز.
يا الله يا الله شقد اشتقت لك. الله يسلم دياتك على اللي عملته بعادل. ما تتخيل شقد فرحت انه حبيبي انتقم لي. ولك شو بدي احكي لك، ضربني وربطني بالغرفة 3 أيام وبطلني من المدرسة. قال شو؟ لأني بحبك. صاير ما تدخن؟ والله العظيم بيلبق لك. لك انت بيلبق لك كل شي بهالدنيا. انت اللي عملته ما حدا حسن يعمله. هلق الناس بتحترمك وبتعمل لك حساب. ولك انت كبرت بسرعة وصار عندك مركز بيحسدوك عليه. من يوم ما فات بيي على السجن وانا ما انضرب وانهى، كلنا تكاتروا علي وقهروني. بس امبارحه حسيت حالي قوي بجيتك، ولك صار عندي ظهر بستند عليه. صدقني ماني مبالغ. ولك انت عمري وحياتي وانا ببيع الناس كلن كرمالك. شو بدك تقول لي شيء؟ بلي بدي اقول لك شيء. انت وحده تافهه. انت اللي قلت لي تعرف على ابو نزار، بس لازم تعرف ان ابو نزار غير لي حياتي، قلب فوقاني تحتاني. انا هلق واحد تاني، واحد قلبه حجر. صدقني ما انا السبب، الناس هن اللي كسروني واللي كسر ظهري. انه ابقى فيني جيب ولد تيحمل نسلك. بعرف انك متلومني على تصرفاتي، بس انا جاي تقلك انه ابقى في عامر الطيب، في عامر جديد. بترجاك تحبه يا بيي. حبه لانه ما يحمي ابنك. حدا سأل عنه؟ ايه سيدي، سأل عنك رئيس القسم وحكى معك سيادة الملازم جواد وقال بده اياك ضروري، وترك لك عنوان بيته ورقم تليفونه. بيته؟ ايه سيدي، سجلتهم على ورقة ومحطوط على مكتبك. وطارق النوم؟ ما بعرف سيدي. روح شوفوا إذا هوني، خليه ينطرني بالمكتب. يلا. حاضر سيدي. احترامي سيدي. أهلين عبد الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك سيدي. شرف، ارتاح. شكرا. كيف كانت مهمتك؟ ممتازة. طبعا احنا سمعنا شوية كلام بس ماشي الحال. ولا يهمك سيدي، اللي سمعك كلام بيسمع اكبر منه. شو مش هالموقفين اللي عندك؟ اي موقفين؟ قصدك بو رباح واللي معه؟ ايه شو قصتهم؟ بو رباح مطلوب لنا من زمان. انا ما عم بسألك عنه، بعرف انه مطلوب، والجهود اللي بذلتها للقاء القبض عليه تشكر. بس شو مصير الناس اللي معه؟ يعني أنا ما وصلني لا محضر تحقيق ولا عرفت شو تهمتهم. سيدي في واحد بدي إياه عن طريقي وما يعترفوا وينه. إيه بس ما بصير نحن نخليهم عنا بدون محضر. يعني فرض واحد منهم مات، إن شاء الله بيموتوا كلين. أوف 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 أوف. شو يا عامر؟
صاير عم تحكي كأنه واحد صار له بالخدمة 50 سنة وقرفان. لا سيدي، بس موضوعي معي شخصي. شخصي؟ طيب اعمل محضر. رح أعمل، بس ما هلق، تيجيبولي اللي عم دور عليه. بس هذا الحكي ما بصير يا عامر. سيدي أفي شي ما بصير، كل شي بصير، وهودي جماعة زعران بدين ترباية ربيهم بالأصول، بس إذا ما في تهمة أنا مضطر طالعهم. سيدي ما رأي يطلعوا، وإذا بتحب تخلي اللي بدك إياه يحكي معك بشان الموضوع. أوف أوف أوف، صار عم تحكي على الواسع؟ من اليوم رايح في غير الواسع. كانك عم تهددني؟ العفو سيدي، العين أبتعلى على الحاجب، بس موضوع هودي الزعران حساس عندي، ومرة طالع انت يجيبه أبو طحين. مين هذا أبو طحين؟ واحد مجرم، إذا وقع بإيدي رح أعدمه. تعدمه؟ لا كبراني معك الحكاية كتير، أنا الحق لي سبيلهم فورا. مثل أبدك سيدي، بس رح أرجع جيبي وبسرعة. احترامي. لعمها مين دعمها؟